السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هندخل على طول في الجزء بتاع السترين، والجزء بتاع السترين هيبقى سهل جدا اذا ما قارنته بالستريس، لان تقريبا نفس القوانين لاختلاف بعض الحاجات البسيطة جدا هقولها دلوقتي. تمام، فاول حاجة ناخدها السترين في الوان دي، بعد كده السترين في التو دي، والسترين في 3 دي. ازاي نعمل ترانسفورميشن للوان دي والتو دي والثري دي؟ تعال في البداية كده نعرف يعني ايه سترين. طبعا احنا خدنا قبل كده منحنى الستريس سترين كيرف، كنت بقول ايه المحور الافقي ده اللي هو السترين ده محور سيجما، تمام؟ ده بنسميه نورمال سترين. يبقى النورمال سترين هياخد رمز ابسلون. كان عندنا هنا نورمال ستريس، ده بنسميه نورمال ستريس اللي هو السيجما، جميل. وكان عندي المنحنى بالشكل ده كده. طيب في عندي منحنى تاني زي ده بالظبط، بس بستبدل السيجما بتاعه، وفي الحاله دي بيسميها شير ستريس. شير ستريس والانفعال الناتج عنها بنسميه شير سترين. شير سترين وبياخد رمز جاما، بياخد رمز جاما. وبالتالي عندي معادلتين مهمين جدا في منطقه الالاستيك. معادله بتقول ان السيجما على الابسلون بيساوي الاي، المعادله كلها عارفينها، ان السيجما على الابسلون بيساوي الاي اللي هو اليانجس مودولس. المعادله الثانيه بتقول ان التاو على الجاما، التاو على الجاما يساوي الجي، ده المودلس اوف ريجيديتي، المودلس اوف ريجيديتي، ده اليانجس مودلس وده المودلس اوف ريجيديتي. معادلتين مهمين جدا ده بالنسبه لو انا شغال 1 دي، خلاص. طيب يبقى لو انا عندي بار بالشكل ده كده، ودي اكتر حاجه كنت بتاخدها في السترينز، وبشد الفورس، فتقدر تقول ان الاسترس اللي موجود عندي نورمال استرس، تمام؟ فالنورمال ستريس ده سيجما بتساوي مثلا فورس على الاريا، بيعمل سترين، بيعمل سترين قيمته قد ايه؟ لما اجي اشد الجزء ده هيحصل استطاله قيمتها دلتا. فالنورمال سترين الابسلون بيساوي الدلتا ال، التغير في الطول على الطول الاصلي، ده النورمال سترين. يبقى اي نورمال سترين هتقابله في ال1 دي، اي نورمال سترين في ال1 دي عباره عن التغير في الطول عن الطول الاصلي. يعني شوف انت شديت الطول بقى كام ناقص الطول الاول كان كام على الطول الاصلي. يعني لو انت جيت في الكام المفروض ده بيساوي ال ناقص ال نوت على ال نوت، ده بتساوي الابسلون، تمام كده؟ ده بالنسبه لو انا بشد بستريس واحد في الوان دي. طيب انا هزود بس حاجه على ده، بعد كده نبدأ ندخل في الترانسفورميشن. الترانسفورميشن هيبقى عندي الاسترس في الوان ده انا حسبته خلاص، وابدأ انقله على زاوية. لو انا قلت عندي بليتا بالشكل ده كده، ده محور اكس، ده محور واي، والكورنرز بتاعتها هسميها A B C D. دي بليتا 2 دي، وهشد من اكسل ستريس، هيحصل تشوه في اي منطقه، هيحصل تشوه في اي منطقه. يعني ممكن النقطه دي تتحرك في اتجاه اكس او في اتجاه واي، ممكن سي تتحرك في اتجاه اكس او اتجاه واي، ممكن دي وكذلك واي كذلك. وبالتالي هتلاقي في عمليه تشوه حصلت. لما اقول لك احسب النورمال سترين، نعرف بقى الكلام ده كده، اقول لك احسب النورمال سترين مثلا في اتجاه الاي بي، احسب النورمال سترين في اتجاه الاي بي. فالاي بي مثلا كان طوله 100 مثلا، يبقى ده الطول الاصلي. فلما اقول لك احسب النورمال سترين، شوف طوله كام بعد التشوه، وليكن هيروح اعمل لك كده مثلا،
الطول ده بقى قد ايه؟ وليكن مثلا 110، فبعد التجوه بقى 110، فتقول لي 110 ناقص ال 100 على ال 100، ده اسمه ده النورمال سترين في اتجاه الاي بي. طب انا عايز اجيب من النورمال سترين في اتجاه الاي دي، هي نفس الكلام. هو الطول كان كام وبقى كام؟ يبقى الطول بعد ما حصل له ديفورميشن اسمه مثلا ده اي داش، ده دي داش. شوفوا الطول ده كام ناقص الطول الاصلي على الطول الاصلي. طب لو انا عايز اقول لك احسب لي النورمال سترين في اتجاه الاي سي، في اتجاه الاي سي، في اتجاه الطول ده، يبقى الاي سي الاصلي كان كام؟ شوفوا الطول ده كان كام؟ بعد ما حصل تشوه ده اسمه سي داش، ده اسمه اي داش. بعد ما حصل تشوه الطول ده بقى كام؟ يبقى انت بأي طريقة كانت تحسب لي الطول ده. بعد ما تحسب الطول ده قول ان الطول ده ناقص الطول الاصلي على الطول الاصلي، وهكذا. هناخد القاعدة العامة اللي هنطبقها في حاجات زي كده. لما يبقى عندي بلين ويحصل فيه تشوه، اقدر احسب الكلام ده ازاي؟ قال لو انت عايز تحسب ايبسلون اكس، التغير في اتجاه اكس بنسميه بارشال يو، او يو سميه يو. يو لو انت تمشي في اتجاه اكس، اي ديفورميشن في اتجاه اكس اسمه يو، اي ديفورميشن في اتجاه واي اسمه في. وبالتالي عايز اقول لك ايبسلون اكس هتساوي ايبسلون واي هتساوي جاما اكس واي هتساوي. لو قلت ايبسلون اكس بجيب التغير في اتجاه اكس بسميه بارشال يو بارشال اكس. لسه ايه الوقت التغير في اتجاه اكس، الطول ده كان كام وبقى كام؟ على بارشال اكس على الطول الاصلي بتاع اكس اللي هو دي اكس. طب هنا ده بارشال في، التغير في اتجاه الواي ده بنسميه في على بارشال واي. طب جاما اكس واي، جاما الشير، الشير سترين يا شباب اللي هي الزوايا، التغير في الزاويه، يعني الزاويه كانت كام وبقت كام؟ وهنعرف ازاي بنحسبها بالظبط. ده بيساوي بارشال يو بارشال واي زائد بارشال في بارشال اكس. ثلاث معادلات مهمين جدا جدا جدا، وهتفهمهم دلوقتي بنعملهم ازاي. طيب تعال نترجم الكلام ده، تعال نترجم الكلام ده. يعني ايه بارشال يو بارشال اكس؟ يعني ايه الكلام ده؟ نركز كده مع بعض. لو انا عندي طول مثبته من هنا وبشد الفورس من هنا، في هنا فورس متأثر اف، وهاخد نقطة هنا كده وهسميها A، نقطة تانية هسميها B. لما اجي اشد بالفورس دي النقطة A هتتحرك مسافة قد ايه؟ قال لي النقطة A ممكن تيجي هنا كده مسافة اسمها U، اتحركت مسافة U بقت عندي اليو داش لما شديت. طب النقطة B تتحرك مسافة قد ايه؟ قال لي هتيجي هنا كده المسافة ديت مش يو، ما ينفعش تكون يو، امال هتبقى مين؟ هتبقى يو زائد حتة بنسميها دلتا يو او بارشال يو. لو عايز تفهمها اكتر، لو انا عندي سبرينج معلقه كده، ده سبرينج اسمه ايه؟ وهنا في سبرينج تاني اسمه بي، وبشد الفورس من هنا. ايه رايك الديفليكشن هنا والديفليكشن هنا، ايه علاقتهم ببعض؟ لو ده، لو اللي فوق ده اتشد مسافه يو، نزل مسافه يو، هل اللي تحت هينزل مسافه يو؟ لا. تاني لو اللي فوق اتشد مسافه يو، اتشد مسافه يو عشان ما فيش فوق منه حاجه تانيه، هو متثبت. لكن ده هيتشد مسافه لتحت زائد المسافة اللي تشدها من هنا، لأن هو مش ثابت من هنا، يبقى الديفليكشن بتاع ده عبارة عن يو زائد دلتا يو زائد حتة كمان. نفس الكلام هنا بالظبط، لما تيجي تشد في نقطة تتحرك يو، النقطة اللي بعدها عبارة عن يو زائد حتة كمان اللي هي دلتا يو. نفس الكلام هنا بالظبط، البي لما تيجي تتحرك الاير لو اتحركت هتتحرك مسافة يو، طب والبي هتبقى يو زائد حتة كمان. نفس الكلام هنا، لو انا مشد في الاتجاه ده الايه هتتحرك مسافة اسمها في، طب الدي هتبقى في زائد حتة كمان من الفي، وهكذا. يا رب تكون النقطة دي واضحة لأن عليها حاجات كتير. طيب لو أنا عايز أحسب بقى الكلام ده،
عايز احسب الكلام ده. التغير هنا يعني مثلا لو انا قلت النقطه الاي دي اتحركت مسافه 10 ودي اتحركت مسافه 20، يبقى التغير الكلي في الاتجاه ده عباره عن كام؟ عباره عن ده ناقص ده، لان دي لو اتحركت يو دي هتحرك يو زائد دلتا يو. التغير الكلي عباره عن ده ناقص ده، كميه التغير الكليه اللي حصلت، يبقى ده ناقص ده يديني مين؟ دلتا يو. وبالتالي لو دي اتحركت 20 ودي اتحركت 10، يبقى التغير اللي حاصل ده ناقص ده 20 ناقص 10، ده التغير. خلاص كده؟ يبقى بارشال يو لوحدها، بارشال يو لوحدها عباره عن اليو بتاعت البي، المسافه اللي اتحركتها البي في اتجاه اكس ناقص المسافه اللي اتحركتها الاي في اتجاه الاكس على دلتا اكس، يديني مين؟ ايبسلون اكس. قانون مهم جدا. تاني، المسافه اللي اتحركتها البي في اتجاه الاكس ناقص المسافه اللي اتحركتها الاي في اتجاه الاكس على الطول الكلي ده اللي هو طول الضلع بتاع الايمنت ده اللي هو الدلتا اكس. يقول لك مثلا ايليمنت 100 في 200، يبقى الدلتا اكس ب 100 دلتا واي ب 200. طب تعالى هنا كده بارشال واي، ها نفس الكلام بالظبط، المسافه اللي اتحركتها الدي في اتجاه الواي يبقى بنسميها الفي دي. يعني ايه في دي؟ مسافه الدي في اتجاه الفي في الاتجاه الفيرتيكال ناقص مسافه الاي في الاتجاه الفيرتيكال على مين؟ ال 200 اللي هي الدلتا واي، اللي هي الدلتا واي. طب جاما اكس واي، كلمه جاما اكس واي اللي هي الزاويه، الزاويه يعني نفترض ان النقطه ديت اتحركت وجت هنا كده بقت اسمها بي داش. الزاويه ديت بقت قد ايه؟ الزاويه ديت قد ايه؟ طب نفترض اتحركت كمان، الزاويه دي قد ايه؟ يبقى لما اقول لك الشير سترين اللي حصل عند الايه؟ مقدار التغير اللي حصل في الزوايا. يعني الزاويه دي كانت مثلا هي في الاول 90، جميل 90. ديت اتحركت من هنا 10 مثلا، 10 ده كتير طبعا 10، ودي اتحركت 10. يبقى اقدر اقول الشير سترين، الشير سترين عباره عن 10 زائد 10. التغير اللي حصل حصل هنا 10 وهنا حصل 10، يبقى 10 زائد 10. طب لو ما كانش هنا حصل حاجه يبقى هو 10 بس. طيب تمام. طب تعالى نكتب القانون بتاعها كده. يبقى اي اليمنت واخد شكل ريكتانجل، لما اقول لك احسب الشير سترين عند اي زاويه من زواياه، كلمه شير سترين هو التغير في الزاويه. عرفت تحسب التغير في الزاويه على طول مفيش مشكله، عايز تعوض في القوانين مفيش مشكله. طب تعالى نعوض في القوانين عشان تبقى قاعده عامه. مثلا لو انت عندك طول بالشكل ده والنقطه اللي هنا هي بس اللي اتحركت، دي اتحركت لفوق، وانت عايز تحسب الزاويه ديت سميها مثلا فاي واحد. جميل، يبقى فاي واحد بتساوي الطول ده اللي هو مين؟ البي داش بي، اللي هو تغير البي في الاتجاه الفيرتيكال بتسميه في بي، تغير الفي او مسافه حركتها بي في الاتجاه الفيرتيكال على الطول ده اللي هو الطول ده اللي هو دلتا اكس. ده ولو النقطه دي ثابته مكانها، يعني النقطه دي هنا كده، يبقى النقطه بي بس لو هي اتحركت هتبقى كده، فانا عايز اجيب الزاويه دي وانا بحسب الشير سترين عند ايه؟ جميل. طب نفترض النقطه ايه كمان هي اتحركت، يعني النقطه ايه بقت هنا كده، هتتحسب ازاي؟ يعني البي هنا اتحركت بقت هنا بقى اسمها البي داش، والاي هنا اتحركت هنا بقت اسمها الاي داش. الزاويه دي قد ايه؟ الزاويه دي قد ايه؟ اقدر احسبها ازاي؟ ممكن اعمل مثلث كده اهوت. خلي بالك ان فاي ديت هي تاني الزاويه، تان فاي واحد، لان الزاويه هنا صغيره جدا، فتاني الزاويه الصغيره هي نفس الزاويه. يبقى لما اقول الزاويه هنا تساوي هي تاني الزاويه مفيش مشكله. يبقى الزاويه دي بتساوي الطول ده اهو على دلتا اكس. طب الطول ده قد ايه؟ قال لي تغير البي في الاتجاه الفيرتيكال، ده كله كده اسمه في بي، ده في بي يعني المسافه اللي اتحركتها بي في الاتجاه الفيرتيكال ناقص الحته دي. الحته دي ليها مين؟ تغير الايه في الاتجاه الفيرتيكال. يبقى المسافه اللي انت عايزها عباره عن في بي ناقص في اي على الطول ده اللي هو دي اكس.
وبالتالي القاعده العامه بتقول لك ايه؟ لو انت عايز تحسب الزاويه في الاتجاه الاولاني ده، شوف التغيرات اللي حصلت هنا، خد نقطه النهايه شوف اتحركت قد ايه، ناقص تحرك نقطه البدايه على الطول ده عشان يديك تاني الزاويه دي اللي هي نفسها الزاويه. نفس الكلام لو انا بشتغل مع الاتجاه اللي هو الفيرتيكال، لو انا شغال مع واي، يعني الطول ده دي النقطه اسمها ايه؟ دي النقطه اسمها دي، والنقطة ايه ديت؟ ارسم الايمنت كامل كده، النقطة دي اتحركت، اتحركت بقت هنا، هنا أو هنا، مفيش مشكلة. يبقى أعمل إيه؟ أنا عايز أحسب الزاوية دي بقت قد إيه؟ الزاوية ديت. فهتقول المسافة ديت على الطول ده، يبقى فاي واحد عبارة عن دي اسمها دي داش، عبارة عن اليو بتاعت الدي، لو النقطة اتحركت في اتجاه الإكس سميها يو، يبقى اليو بتاعت الدي على الطول ده اللي هو الدي واي. طب لو في عندي الايه كمان اتحركت، يعني الايه كانت هنا ما كانتش عند الزيرو زيرو اتحركت بقت هنا، بقت اسمها ايه داش، ودي كان اسمها ايه؟ يبقى عشان احسب الزاويه يبقى لازم عندك تحسب، غصب عنك تحسب الحته ديت اللي هو التحرك ده ناقص التحرك ده، يبقى اليو دي ناقص اليو بتاعت الايه على الدي واي، اسمه الفاي اللي هي جاما اكس واي، جاما اكس واي. طبعا لو انا عندي زاويتين بقى خلاص، يعني انا هفرض الحاله العامه ان في عندي زاويه كده وزاويه كده، حصل تشوه وبقى عندي زاويه هنا وزاويه هنا، يبقى ساعتها بتحسب الزاويه دي زائد الزاويه دي. طب الزاويه دي احنا حسبناها اهو، يبقى زائد الفي بتاعت كان نقطه اسمها بي، الفي بتاعت البي تحرك البي ناقص الفي بتاعت الاي على دلتا اكس. تعال ناخد الكلام ده بالارقام هتلاقوه سهل ان شاء الله. هرسم رسمة وهسجلها في فيديو تاني عشان المساحة.